القاهرة التاريخية، أين القاهرة التاريخية؟ السؤال ده كنا نقعد نقوله زمان وتعبنا وصوتنا اتنبح وما كانش حد بيسمع لنا. أنا كان في رأيي إن احنا قعدنا 43 سنة دون مبالغة بالنادي يا جماعة القاهرة التاريخية هتضيع هتضيع، هتطمس المعالم، الحق. إلى إنه أصبح في عندنا صندوق التنمية الحضرية، واشتغل صندوق التنمية الحضرية الحقيقة بمنتهى النشاط، ده واحد. الفاعلية ده اتنين. الدقة، يعني ايه الدقة؟ يعني أنا بحافظ على المعلم وعلى الشكل وبشتغل بالمظبوط، بشتغل على قواعد علمية. ايه الجديد في إحياء القاهرة التاريخية؟ ده اللي أنا عايز أسأل فيه دكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. منورنا يا دكتور. مساء الخير يا حبيبي، ازاي؟ مساء النور، ازاي الحال؟ كله تمام؟ عارف تمام. انه حضرتك مشغول جدا، فانا يعني مش هطول، لكن هسأل يمكن سؤال سريع كي يطمئن قلبي ونفرح جميعا. ايه الجديد في احياء القاهرة التاريخية من خلال صندوق التنمية الحضارية؟ طبعا احنا يعني شغالين في القاهرة التاريخية في 5 مناطق دلوقتي. المناطق دي بيحصل فيها تدخلات مختلفة. في تدخل بيبقى مثلا واجهات البيوت اللي هي حديثة، اللي اتبنت حديثا، ازاي احنا بنحولها لشكل اسلامي بدل ما كانت مثلا على الطوب الاحمر او مبنية على شكل مودرن مش اسلامي، فبنحاول نحولها. يمكن في بعض الصور الناس شافتها او زارت المكان نفسه، زي الحاكم وابو زويلة وحارة الروم وحول الحسين، كل الحاجات طبعا اشتغلنا فيها. في حاجة تانية، تدخل تاني، ان مكان منطقة مهجورة او خارب او خرابة او مبنى تهدم، بنشوف التاريخ فيه ايه ونبدأ نبني من جديد، نبني المكان نفسه زي مكان. زي دلوقتي احنا شغالين في وكالة الشرباجي ووكالة الارناؤوطي ووكالة الملا ووكالة الحصر. دي كلها كانت وكالات قديمة. الوكالة كانت يعني ايه؟ يعني ايه وكالة؟ الوكالة دي تبقى عبارة عن بناية سوق كده، بس عبارة عن بناية على بعضها تحت محلات، وفي كور في النص وفي غرف فندقية فوق للتجار. فدي كانت اللي هي يعني نقول بالمعنى المودرن دلوقتي هو البوتيك اوتيل. فده اللي بنعمله دلوقتي الجديد اللي بنعمله. خلاص بدأنا نشتغل في شرباجة على قدام مسجد الحاكم بأمر الله على باب الفتوح هناك. الناس لو احنا كانت تشوف تلاقي ان احنا خلاص بدأنا العمران يبان بتاع الوكاله. طبعا احنا شغالين في 5 مناطق، وان شاء الله يعني اول ما نخلص نشتغل بهدوء، لان ما ينفعش نشتغل ونعمل ازعاج للناس طبعا، لان لو شغلنا وشلينا الحركه الدنيا هتتشل تماما والناس هتحس بالازعاج الشديد. لكن احنا شغالين بهدوء جدا وحاطين خطتنا على اساس ان احنا ما نزعجش الناس، غير طبعا شغلنا في حدائق البسطاط اللي هي اللي على 500 فدان، احنا زرناها قبل كده مع بعض. طبعا دي هتبقى حاجه على مستوى عالمي، حاجه دوليه جدا، وهتبقى اداره عالميه، هتبقى تدير المشروع. زائد ان احنا يعني جميع المشروعات داخل القاهره التاريخيه كلها زي ما حضرتك قلت كده مدروسه، زي ما يقول بالشوكه والسكينه كده، يعني مدروسه. ازاي هنوصل فين؟ يعني ازاي تدخلات تبقى مظبوطه جدا؟ التاريخ كان بيقول ايه في المكان ده؟ المستشرقين كان بيصفوها ازاي؟ صح. الصور اللي كانت قديمه من القرن ال 17 وال 18 وال 19 استخدمتوها دي يا خالد بيه، مش كده؟ يعني استخدمتوا الصور اللي كانت مرسومه من زمان في ال 17 و 18 و 19 او ما حتى ما هي قبل ذلك. استخدمتوا الصور دي في احياء القاهره مره ثانيه. ده انا عايز اقول لك احنا استخدمنا القصص والحكايات، القصص والحكايات دي اللي هي طبعا عندنا استشاريين متخصصين في الموضوع. ازاي القصه يقول لك ان السلطان فلان الفلاني او الملك او الامير فلان كان ماشي في الشارع الفلاني او الحاره الفلانيه، وكان في مشربيه اطلع عليها، مش عارف طلعت عليها الجماهير عليه طول كده، يبقى هنا كان في مشربيه وهنا كان في حاره او في شارع. يعني نقرا عشان نترجم القصه لصوره ولقطه، ونقول ده هنا كان في كذا، ده هنا كان في كذا، وهنعمله بالشكل الفلاني. طب المبنى دي كان فيها مشربيه، فين المشربيه اللي كانت هنا؟ دي في مخازن الاثار موجوده، هنجيبها ونجددها ونحطها تاني في المبنى الجديد اللي بنعمله. كل ده بنشتغل عليه يعني من غير ما حد يحس ان ده مجهود جبار جدا بيحصل. عشان كلمه احياء هنا مش تطوير ولا تنميه، لا ده احياء، بنرجع القاهره الاصليه بتاعتنا اللي كان في 1930 اجمل مدن العالم، هترجع ان شاء الله على 2030
ونضاهي بها المدن الثانيه في العالم ان شاء الله. طب سؤالين والله في السريع، انا مش عايز اطول عليك، انا عارف يعني الظروف. اول حاجه عشان حضرتك قلت لي بالنسبه للواجهات اللي ممكن كانت تبقى طوب احمر او شكلها مش لطيف او غير لائق على المكان، احنا بنغير شكل الواجهه ولا بعمل كلادنج، بعمل تجليده؟ لا احنا بنعمل شكل الواجهه بنفس الخامات بتاعه الشوب زمان، بنعمل حجر هشمه، بنعمل الحاجات اللي هي المواد البناء الحديثه اللي بتديني نفس الملمس بتاع العمران القديم. يعني مش قادر احط، لو حطيت كلادنج لا يبقى انا كده الصوره مزيفه، يبقى بهزر. يبقى الصوره الحقيقيه هنا. يمكن حتى كان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا الناس كانت بتشوف مستشفى الحسين الجامعي والبوابه بتاعه الشرطه العلم قدام ساحه الحسين. احنا بنعدل دلوقتي في شكل الواجهه دي طبعا، بس اللي هيقوم وتنفيذها الازهر الشريف وعدلناها تبقى متلائمه مع الرؤيه البصريه اللي حواليها كلها، لان كان في شويه نفور في الموضوع، والبوابه برضه نفسها كان برضه في نفور في الموضوع. فازاي نحايد الكلام ده ونخليه من نفس الطابع العمراني اللي حواليه ده، شغالين عليها دلوقتي وخلصنا التصميمات وكل حاجه. فان شاء الله قريبا جدا الناس اللي كانت بتقول ايه ده، ازاي ده يبقى موجود، لا خلاص احنا كل عينينا جايبه كل حاجه. احنا لما عينينا تتخطى، ده انا شايف قدامي صور اهو، فيديوهات مباني من بتاعه زمان بالتراسينات بتاعتها، التراسين الحديد الحلوه اللي كانت تبقى طالعه خارج المبنى، ده شغل عظيم. طيب سؤال بقى، حاجتين، نفسي ومنى عيني وامل حياتي نخش على شارع القصر العيني، ده في شويه مباني تخض من الجمال، وفي نفس الوقت بتخض شغالين، ومش احنا كمان يعني ده شغالين، التنسيق الحضري شغال، المحافظه القاهره شغاله، الوزاره الشغاله، لسه محلات الكبابجيه ومحلات السندوتشات في القصر العيني مبوظه شكل المباني. لا شغالين فيها وان شاء الله هتشوفوا المنظر مختلف تماما. طب اسكندريه هتخش في الطريق امتى يا فندم؟ اسكندريه بقى ده نفسي. اسكندريه انا عايز اقول لك ان انا يعني حتى خلينا نتكلم بقى، اسكندريه الحمد لله التطوير فيها شغال كويس جدا. يعني البحيره مثلا في رشيد دي منطقه تاريخيه واثريه، احنا بندرس دلوقتي ازاي نعمل تدخلات في رشيد، المدينه التاريخيه والاثريه دي. رشيد محتاجه انقاذ، محتاجه انقاذ، يعني رشيد فعلا محتاجه انقاذ. انا كنت هناك، دي مدينه تستحق انه فعلا ايديكم الفاعله تذهب اليها بسرعه، لانه انا مرعوب على المباني الاثريه بتاعه. لا والله نائب محافظ البحيره حريصه جدا على الموضوع، وهي الصراحه عندها شغف شديد جدا انها تلحق رشيد، واحنا هنكون مساعدين فيها في الموضوع ان شاء الله، وباذن الله يعني هندرس رشيد، وباذن الله هتبقى حاجه مفاجاتنا للناس ان شاء الله. يعني هريحك مني والنبي، بس انا عايز اسكندريه محطه الحته بتاعه الحقانيه نفسها بدأوا يشتغلوا في المبنى نفسه، ودي أقدم دار قضاء في الشرق الأوسط وإفريقيا، ظهرها خالد بيه هربان من الزمن وهيقع. خلينا نشوفها حاضر. والنبي أنا يمكن قريبا جدا كان لسه معالي محافظ الإسكندرية كنا بنحور مع بعض، فإن شاء الله قريبا يبقى في زيارة هناك ونشوف، وهتكون فعلا من خطوات زيارتنا ليها الحقانية حاضر. مع إني زعلان منه قوي والله، بس يعني انا بحبه بس زعلان منه، هعمل ايه؟ بس هعمل ايه؟ ماشي. لا والله مجهود يعني كبير جدا، محافظه اسكندريه من المحافظات الصعبه جدا، لانها بتحتاج يعني مجهود جبار جدا، في محافظات كتير في مصر محتاجه مجهود جبار جدا، من ضمنهم محافظه اسكندريه فعلا. قدها وقدود باذن الله. انا بشكرك جدا 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 جدا، تعبتك وطولت عليك دكتور خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضري.